والله شوف بيكو الصراحه الكلام ايتو هذا اللي قالوه سانونغاج كو لوي سانونغاج كو لوي الا هو يعني لانه هو يعني متاكد ان فريق الكاميرون يفوز بكاس العالم لما لا لما لا يصبح المنتخب الافريقي الاول اللي يفوز بكاس العالم نشوفوا لا سويت تاع لا كوب دي موند انا لا اجامل ماجر انا اراه سيخرج من الدور الاول ممكن 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 يخرج من الدور الاول ممكن نشوفوا نشوفوا لا سويت خسر مع سويسرا ومازالوا امام البرازيل امام صربيا مع البرازيل هل يفوز على البرازيل كما حقق المنتخب السعودي امام الارجنتين نشوف والله كل شيء ممكن في كره القدم انا تعلمت في كره القدم والله المفاجأة موجودة هل واحد في العالم في 82 قال أن الجزائر نفوز على ألمانيا؟ لا حتى واحد ما رشح الجزائر وفي الحقيقة فزنا على ألمانيا بالأداء وبالنتيجة هذه كرة القدم ومن الذي قال يوم الأيام في كأس العالم المنتخب السعودي يفوز على الأرجنتين؟ صحيح. وفاز على الأرجنتين